اهلا وسهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا الأفضل في عدد جديد من برنامجكم برنامج رعابليس الذي يرافقكم كل يوم الاربعاء عبر قناه التحرير ويب تي في يعتبر فصل الشتاء من اكثر الفصول التي يتعرض فيها افراد المجتمع للاصابه بالكثير من الامراض المختلفه ومن ابرز هذه الامراض الزكام التهاب الحلق وزياده نوبه الربو وزياده الام المفاصل وضعف الجهاز المناعي وانتشار الفيروسات والبكتيريا وهذا يجعل الجسم اكثر عرضه للأمراض الأمراض الفيروسية التي قد تتعرض في حالة لم تعالجها بشكل سريع، فما هي هذه الأعراض وما سبل الوقاية منها؟ نتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور خالد قادي، صاحب عيادة قادي الطبية للأطفال ومتابعة الأمراض المزمنة. أهلاً وسهلاً بك دكتور. أهلاً وسهلاً بكم، شكراً جزيلاً على الاستضافة، سعيد جداً بلقائكم، وهذه أول مرة نكون معاكم. نتمنى انها ان نقدم اضافه ونقدم نصائح تكون يعني في صالح المجتمع في صالح المريض ان شاء الله هل هذا اول ظهور لك في القناه اول ظهور في قناتكم قناه التحرير ولكن سبق لي وأن ظهرت في إذاعة اذاعات مختلفه اخرى سعيدين جدا اليوم باستضافتك دكتور كثير مهم هذا الموضوع اللي راح نحكي فيه اليوم يعني في البداية هل ممكن نسميها أمراض شتوية أو أنها موجودة في كل مواسم في العام وفي كل الفترات في العام ولكن تكثر في الشتاء هي هي بطبيعتها يعني الأمراض موجودة في في كل فصل ولكن تكثر وت وتظهر أكثر في فصل الشتاء لعدة عوامل سنتكلم عنها لاحقا يعني نعم الرئيسي اللي في انتشار الامراض الشتويه؟ العامل الرئيسي في انتشار هذه الامراض الموسميه نقدر نسموها الموسميه ولا الشتويه ولا هي خاصه انخفاض درجه الحراره التغير البيئي التغير حتى في نمط الحياه تاع تاع المواطن منتها كل بعض 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 التغيرات البيئيه اللي اللي يعني تاثر في في هذا الشيء. نعم آه، لماذا يعني في فصل الشتاء تكون الامراض الشتويه اكثر عرضه للانف وجهاز التنفسي لماذا اكثر في مناطق التنفس؟ آه، سؤال مهم جدا هذه الأمراض الشتوية قلنا يا أخي قلنا السبب نتاعها في الأول هو التغير البيئي والتغير الجو والانخفاض في درجة الحرارة والبرد الشديد وخاصة في المناطق عندنا احنا في الجنوب حتى يعني الجو نتاعنا قاسي شوي بالنسبة للرطوبة ناقصة الجفاف البرودة وعلاش تصيب الجهاز التنفسي بصفة خاصة لأن هو نقول احنا لا معناتها هو الحاجز الأول هو هو وسيلة الدفاع الأولى هو او الحاجه اللي عندها ديراكت ما علاقه بالجو الخارجي يعني احنا كنا الالتقاء ولا التواصل مع الـ مع الـ مع الجو الخارجي يكون عن طريق الانف عن طريق الفم عن طريق الاعضاء الخارجيه الجهاز الهضمي راهو الداخل جهه الاجزاء الاخرى راهي راهي الداخله شوي دونك آه المجاري التنفسيه والمجاري الفمويه راهي نقول احنا حاضره وفي اتصال مباشر مع مع الجو الخارجي لحظه دكتور لنوضح اكثر يعني للمشاهدين ما الفرق بين الفيروسات والبكتيريا اولا وقبل كل شيء حاب نوضح بعض النقاط في الأمراض الشتوية الأمراض الشتوية والأمراض الموسمية عندنا عدة أنواع كاين نزلات البرد ولا نسموها أنسان بلوروم وكاين لا غريب كاين حتى كاين حتى بعض حالات الكورونا في في هذه الايام وكاين التهاب القصبات الهوائيه اللي نسميه عند الاطفال التهاب القصيبات الهوائيه لي برونكيوليت شي لي نوريسون ونسموه التهاب القصبات الهوائيه لي برونشيت عند عند الكبار بقات سؤالك ما الفرق بين الفيروس بين الفيروس والبكتيريا آه هنا نحب ننوه آه للمشاهدين الاكارم وانا حطيتها يعني حتى في الصفحات وقعد نبارطاجي في الامور هذه لانها فعلا كنقولوا حنا دي بتي ديتاي كي في لا ديفيرونس يعني الـ 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 الاصابات من الاغلبيه نتاعها كنقولوا اكثر من 80 الى 90% منها اسباب فيروسيه، والناس راهي آه تاخذ في, الـ في, الـ في الادويه وحدها، لوطو هذه راهي تعبت ياسر الناس، راح ندخلوا في التفاصيل من بعد، نحب ننوه بين الفرق بين الفيروس والبكتيريا هما في زوج يعني دي ميكرو أورغانيزم هما في زوج آه آه نقول حنايا يعني اعداد تاع الجسم نتاعنا، الفرق بيناتهم ان الفيروس آه ما, ما عندوش ما عندوش يعني مضاد معين. المضاد المعين ان احنا نحافظوا على المناعه نتاعنا ونقووا المناعه نتاعنا، المناعه نتاعنا باش باش نكونوا يعني في, في نقدروا نواجهوه، اما البكتيريا بانواعها كل بكتيريا عندها مضاد حيوي خاص بها اللي هو من بعد يفصلها الطبيب وهو اللي عنده القابليه انه يعني يعرف نوع نوع البكتيريا هذه وشو هو المضاد الحيوي اللي خاص بها. نعم. <applause> منذ, منذ ظهور جائحه كورونا والناس تتحدث يعني عن عوده رجوعها سيما عندما تكون ظاهره عامه مثل نزلات البرد والتي تاتي في هذا الفصل وبالفعل هل هناك ظهور اوبئه اخرى متعلقه بالامراض التنفسيه التنفس حسب المخاوف التي نسمعها من حين الى حين على ذكر على ذكر الكورونا نحب نحب نوصل المعلومه انها ما راحتش كورونا هي ما راحتش صح كاينة يعني درجات معناتها ماناش ماناش في البيك ماناش في كما كما قلت لك من قبل راهي كاين ما زالت بعض حالات تاع الكورونا وكاين اعراض مماثله جدا للحالات اللي اللي كانت في وقت يعني في وقت الذروه تاع تاع الكورونا بقات وش هو اللي تبدل تبدلت التوعيه والعقليه تاع المواطن انه انه الحمد لله يعني عاد كاين نسبه من الوعي انها الناس تحافظ على ارواحها وتعرف يعني نقول احنا لي آه موان دي بريفونسيون سبل الوقايه كيفاش كيفاش نبعدوا الحمد لله ما نتهمناش ما نخوفوا في الناس مي آه ما كانش حالات كبيره كاين بعض الحالات اللي هي آه بدواء بسيط ومتابعه بسيطه ان شاء الله هي يرتاحوا لكن ما زالت ما زالت الكورونا وعلى ذكر الاوبئه اللي ظاهره في كل فصل في كل في كل ككل شتاء يعني تظهر هذه هذه الامراض لكن ب... بنسب متفاوتة تبقى الى الى طبيعه الفيروس لان حتى حتى فيروس لا غريب في حد ذاته ماهوش ماهوش نفس يعني نفس التركيبه نتاع تاع العام اللي فات كما التركيبه نتاع تاع العام تاع العام ممكن اكثر حده ممكن اكثر اكثر شراسه شوي لكن الحمد لله ما كانش حاجه ما كانش اوبئه اللي صح فريمون تخوف ولا حاجه اللي عندها اللي اللي ما يبقى ديما كما نقولوا سبل الوقايه اللي راح نتحدثوا عنها من بعد كيفاه نفرقوا باللي راهو مرض عادي وهناك فيروس؟ آه, آه كاين كاين عدد حنا واش حنا واش نديرو ديما نحب نحب ننوه للمواطن لكن العبد يحس روحه مريض كاين كاين لا كيستيون تاعك سؤال كون il faut consulter وقتاش لازمني نكونسلتي وقتاه لازمني نروح للطبيب لكن اعراض عاديه اعراض عاديه من زكام أه ما كانش معناتها ارتفاع كبير في درجه الحراره ما كانش صعوبه في التنفس ما كانش يعني امور عاديه اللي نقدر نتعامل معها واش هي نقدر ناخذ بعض ال... بعض الادويه اللي اللي تساهم في, في تقويه ال... تقويه الجهاز المناعي نتاعنا ولكن ديما كما نقولوا ما نقربوش الادويه ل... ل... اللي اللي لازم يوصفها الطبيب و... ل... معناتها بعد بعد الفحص نعم. السؤال نتاعك الجواب نتاع أنه في البدايه وك... ناني نعرف روحي معناتها نشوف لكن لكن الشيء نقدر نتغلب عنه بسبل تقويه تقويه تاع المناعه نتاعي كان ما كانش كان زاد الامر وكذا نعم أه لماذا يصاب الاطفال بالامراض الشتويه اكثر من البالغين والله هو هو في الحقيقه ماهوش 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 الاطفال ينصابوا اكثر من من البالغين حتى البالغين يصابوا لكن انا كما قلنا نبقى ديما نرجع للجهاز المناعي الجهاز المناعي لدى الكبير يكون اقوى ويكون معناتها اكثر استعداد من من طفل الصغير ومع مع كاينه حتى عند الكبار حتى عند البالغين راهو المشكل أنه حتى عند هذيك العقليه تاع خليه نصبر خليه ما نداويش خليه كذا بصح الطفل الصغير كاين شوي خوف من 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 الاباء والامهات هذا اللي هذا اللي يخلي في الاحصائيات تاعنا احنا تبان باللي الاطفال اكثر وهو لا هو الاطفال انهم يكون سيلتو اكثر سينو سي بريس كيف كيف معناتها ما كانش هكا فرق كيف, كيف, كيف كبير ياسر هل هناك يعني اي ادويه او مكملات غذائيه يمكن اعطائها الطفل الـ الـ في 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 اي حالات بالضبط يعني في حال من باش باش نديروا وقايه من بعض الامراض يعني في البيت دون الذهاب الى المستشفى آه في حاله في حاله ان الطفل تاعنا اصيب بنزله نزلة برد كما نقولوا نزلة برد متى ارتفاع بسيط في درجة الحرارة شوي سعال نفاه يولي يولي يسيل كاين بعض بعض الـ 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 الوسائل اللي نقدروا نديروها في البيت انا قلنا ديما بدون الدخول في التفاصيل وندخول في الأدوية لأن نروحوا كاين أدوية كاين حوايج بسيطة اللي هي آه تنظيف الأنف بالسيروم المالح آه مهم جدا مهم جدا ديما ناكد عنه هو نصف العلاج خاصه في التهاب القصبات الهوائيه في 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 الزكام عند الطفل ننظف علاش لان الكبير يعرف يعرف يخرج يعرف يديجاجي هذاكم لي سيكريسيون اللي يكونوا في في المجاري التنفسيه لكن الصغير ما عندش هذيك ما عندش هذيك نقولوا احنا المعرفه والقوه انه باش يخرجها دونك لازمنا احنا نعاونوه ننظفوا له الانف نتاعها لان شفت حتى بعض الحالات وين وين يروحوا آه كما يقولوا هو ال هو الانف نتاعه راه معمر بال بالسكريسيون ونروح احنا كاين اللي يروحوا يديروا وحدهم اه يدير الحساس تاع البخار ولا الاكسجين المجاري التنفسيه راهي مغلوقه كيفاش راح كيفاش راح يروح للدواء وكيفاش راح نريحوا هذاك نعم. يعني الطفل يعني تشوفه تلقاه الطفل كي تشوفه تقول عنده صعوبه في التنفس راه عنده السعال وكل شيء لكن بطرق بسيطه نقدروا نقدروا نريحوه ون ون ونعطوه راحه نعم. اكثر <applause> اسمحي آه لي نكمل بالنسبه للادويه عندنا الادويه الخافضه للحراره اللي نقدر نستعملوها في البيت اللي كل ام لازم تكون عندها في, في البيت الشمع لي سيبو ولا ولا السيرو حبيت حبيت نعطي معلومه مهمه وديما ناكد عنها نمدوا لوباراسيتامول الدوليبران هو اللي خافض الحراره لاسبيرين لاسبيرين لاسبيجيك لاسبير راهو سي كونترانديكي ما نمدوهش للطفل راهو ماهوش خافض الحراره علاش علاش لان كاين آه كما قلنا الـ الـ اهم الاسباب تاع تاع نزلات البرد هذه راهي فيروسيه و وفي حاله في حاله العدوى الفيروسيه راه ما لازمش نمد اصلا الاسبرين ما لازمش نمد الاسبرين لانه في بعض الاحيان حتى يكون قاتل دونك euh, كيما نقولوا بعض التفاصيل تفاصيل بسيطة هي الـ هي اللي وش الآثار يعني تاع الاسبيرين؟ آه, الاسبيرين كيما قلت لك في 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 العدوى في العدوى الفيروسية كاين كاين واحد السندروم يسمو سندروم دوري كاين واحد واحد الأعراض يديرها كيما تأثر على الجهاز المخ وتأثر على الكبد وتأثر كذا قادر تؤدينا حتى حتى الموت لا قدر الله دونك آه, ننصح آه الفو با دوني دو لاسبيرين لاسبيجيك لاسبيجيك هذاك هذاك الساشيات تاع بمختلف لي دوز نتاعهم 100 و200 و250 و500 ما لازمش نمدو الخافض للحراره الخافض للحراره هو الدوليبران ولا باراسيتامول كاين وكان وكاين لي وكاين حتى لي ساشي نعم هل هناك اي لقاحات يمكن ان تساعد في حمايه الطفل من الامراض الشتويه؟ آه ما كانش لقاحات معينه الامراض ومن ما نقدرش نسميها امراض شتويه لانها لانها كي تتفرق معناتها كما قلنا قبيله كل واحده نسميها حاجه وحدها ديجا وعدنا الكالوندري فاكسينال عندنا الجدول التلقيح الوطني الجزائري نتاعنا تقريبا ملم بكل بكل الامراض اللي ممكن تصيب الطفل يعني في في خلال الطفوله نتاعها ولا حتى في الكبر نتاعها كان حتى بعض بعض اللقاحات اللي اللي تساهم في في المناعه نتاعها في المناعه نتاعنا حتى حتى, حتى سن البلوغ أو حتى يعني العمر الكبير بقات كاين فاكسان سبيسيال بور لا اللي هي تندار كل عام وتتبدل كل عام خاصه بالفئات الهشه خاصه بالفئات الهشه اللي اجي الكبار ياسر اللي عندهم امراض مزمنه هذو من النساء نخاف من النقص اللي عندهم نقص المناعه هذو من عليهم ندير لهم الفاكسان مي لكن الشخص العادي راهو يقدر الجهاز المناعي نتاعه يدافع بصفه عاديه عن كل الامراض ان شاء الله هناك يعني حالات لا تستلزم الذهاب الى المستشفى تعالج في البيت هناك حالات يجب الذهاب الى المستشفى فما هي هذه العلامات اللي تدل على ان الطفل قد يحتاج الى الذهاب الى المستشفى آه شكرا آه سؤال مهم جدا هذا لا كيستيون ديما آه نقولوا آه كون الفو سانكيتي ولا كون الفو كونسيلتي وقتاش نروح وقتاش لازم نعالج يعني كما قلنا قبيله الحالات العادية البسيطة اللي تكون فيها مثلا تبان باللي الطفل يخرج في السكريسيون من من الأنف نتاعه إفرازات آه أنفية آه شوي سعال بسيط درجة حرارة آه تكون مرتفعة بصفة قليلة هذا نبدو بال بال بالأدوية البسيطة كما قلنا تنظيف الأنف بالسيروم في البيت مخفض للحرارة نحاول أن نوقوه من تبديل تاع تاع اللبسة مرة نلبس لبسة ياسر مرة نحي نحاول أو حتى حتى الحمام عند عند الطفل وقتها ندوش الطفل ما ندوش الطفل في النهار من بعد يخرج يلعب الجو راه مازال ماهوش مليح مثلا كان لازمني باش نحمم الطفل خليني نخليه العشيه في الليل من بعدها يريح في الدار حتى الغدوه الصباح يرقد عليها ومن بعد غدوه الصباح بقات وقتاش لازمني نروح للطبيب كاين كاين بعض العلامات اللي تخليني اني يعني نقلق ونوض نتحرك الطفل كيكون مهما كان مهما كان يعني درجه البساطه تاع تاع الاعراض نتاعه كيكون عمره اقل من ثلاث شهور هذا الطفل مازال فراجيل مازال صغير ياسر في مهما كان عمره اقل من ثلاث شهور حتى حوايج بسيطه حتى حتى بعض السعال الفوكونسيلتين تاثر فيه لان تاثر ما فيه مازالت مناعه مازالت ناقصه ياسر <applause> آه كي تكون عنده صعوبه في التنفس كي عنده عندها نهجه باين ينهج الطفل موش موش قاعد يتنفس مليح درجه حراره عاليه تلحق حتى 39 40 هذه كلها آه يكون الطفل معناتها التيراسيون ليتا جينيرال تاعها تكون تكون ليتا نتاعها شغل الطفل كان نشيط يتحرك يمشي يلعب في كي يمرض تشوفي باللي عنده واحد الخمول هكا غير عادي. عنده الام في المفاصل ممكن ساعة. تكون يعني طفل صغير في الاقل من في العمر معين ما يقدرش ما يقدرش يعبر لك عنها الألم في المفاصل انت تشوفيها تشوفيه انت يعني نقول احنا بالانسبكسيون تاعك تشوفي فيه بصح يكون كبير شويه يقدر يقول لك باللي عندها وما يعرفش حتى الكبير حتى خمس سنين ست سنين يكون عنده مثلا كيما قلتي الام في المفاصل مي ما يعرفش يعبر عنها بالوترم بل تاعها قد قد معناتها بالوسونس اكزاكت دو مو. نعم. هناك حالات عده للزكام ما هي انماط او انواع الفيروسات للزكام؟ آه، الزكام عنده خاصه خاصه عندنا نوعين من الفيروسات المنتشره سموه الفي ولا ولا سموه بالعربية الفيروس الخلوي التنفسي هذا هو نقول حنايا الاكثر الاكثر اللي هو اللي اثر اكثر في من 70 الى 70% من 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 الاصابات تكون بهذا بهذا الفيروس وكاين فيروس الانفلونزا وكاين كاين فيروسات اخرى اقل حده يعني تنفسك. هناك انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير ما الفرق بين السكان والانفلونزا؟ كان كان كما قلنا مثلا انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور ما كانش حالات ما عندناش حالات كما هذه هذه يعني راحت فتره معينه طفره طفره في في, في, في في الجينات تاع تاع الانفلونزا ولكن الحمد لله ما تماش كان كان الانفلونزا العاديه كان كان كما قلنا الفيروس الخلوي التنفسي هم اللي راهم موجودين في في الوقت الحالي وفي كل الحالات معناتها ما, ما عندنا واش راح نديروا الفيروسات ما عندهاش مضاد فيروسي خاص بها معين دونك كما قلنا قبيله لازم وقايه وتقويه جهاز المناعه نتاعنا باش نكونوا بور فاس على هذه نعم يقال ان درهم الوقايه خير من الف علاج كيف نقي انفسنا من هذه المشاكل الصحيه في فصل الشتاء آه. سبل الوقايه نظن كل كل واحد فينا يعرفها وديما نتحدثوا عليها ويعرفها العام والخاص المشكل في التطبيق والمشكل في ال... في ال... ان صح يعني ان كما نقولوا إن... نحافظوا عن هذيك ال... هذيك ال... الوسائل وهذيك ال... السلم تاع تعال... تاع الوقايه ولا لا سبل الوقايه واضحه متى باينه ال... نكون نلبس الالبسه الخاصه بالفصل من ما نبدلش الالبسه خلال اليوم نلبس الفاست ومن بعد النحي كما قلنا قبل الاستحمام لازم يكون بعد الاستحمام يخرج في البرد، نحاول بعض الأشياء البسيطة مثلا الأطفال يجوا خارجين المدرسة الصباح، شرب قليل من الماء عندها إيفيه معناتها حتى نقول احنا مبرهن علميا انه يقي من الضربات الضربات البرد حاجه اخرى صباح قبل ما قبل ما نخرج نحاول نهوي الابواب والنوافذ شوي يعني ما نبقاش في هذيك في هذاك الدفء الكبير ومن بعدها نخرج دراكة البرد نحاول نهوي شوي باش باش نبدا ندخل في الجو الخارجي ومن بعدها نخرج بالعقل ياسر امور كما كما هكا اللي هي نحافظوا بها على صحتنا ان شاء نعم. بالاضافه الى الاكل الصحي اكيد لعدة عوامل أصبحت المناعة ضعيفة في برأيكم كيف نستطيع أن نقوي المناعة في أطفالنا؟ أو في أنفسكم؟ سبل تقوية المناعة راهي خاصة بكل الفئات العمرية معناتها بالأطفال ولا ولا الكبار. كاين كاين ياسر حوايج اللي كما قلنا الأكل الصحي، المشكل المشكل تاعنا الكبير أن ربنا على الطبيعة ياسر ولا ولا النمط الغذائي تاعنا كله خاطئ معناتها. الخضر ما ناش نأكله في الخضر، ما ناكلوا في الفواكه، ما ناكلوا في الفواكه الموسمية لأن سبحان الله راهو حتى حتى ربي سبحانه كل كل فاكهه معينه حطها في الموسم نتاعها لانها تقي من أمراض تاع الموسم هذيك نروح نشوف نلقوا الفواكه مثلا الصيفيه غنيه بالسوائل اللي هي نحتاجوها لاعاده التمييه في الجسم نروح نشوفوا مثلا بعض الفواكه كالبرتقال في في فصل الشتاء غني بالفيتامين سي اللي نحتاجوه في تقويه المناعه لان تكثر الفيروسات القاتله وال تضرب المناعه النمط الغذائي الصحيح الاكل 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 الصحي نكثروا من السوائل اللي ما ننسوهمش احنا ما ننسوا روحنا دي في الشتاء ما نشربش الماء ما نشربش العصائر ما نشربش الالبان مهمه جدا ان ان باش نحافظوا على الجهاز التنفسي نتاعنا نحافظوا على الجسم نتاعنا ان نعطوه كميه معينه من من السوائل وكما قلنا بعض نقول احنا الحوايج الاخرى اللي تحدثنا حد عنها سابقا اللي تعامل تعاون في الوقايه من هذه الامراض. نعم. <applause> التعامل مع هذه الأمراض الفيروسية يتطلب معرفة وخبرة الطبيب المختص، مما مدى استعداد استعدادات المرضى بالتواصل مع الطبيب حتى يميز بين الوباء والفيروس العادي؟ اسمحي لي قبل من نسيت نقطة أخرى في, 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 في السؤال اللي قبل هذا، وش هي قلنا احنا وش هي الحاج الحوايج اللي, اللي, اللي نقدروا نحافظوا بها على الجهاز المناعي نتاعنا، للأسف الشديد رانا نشوفوا ونحطها حطيتها في الصفحة نتاعي أه نشوفوا باللي كاينة اوتو ميديكاسيون كبيره اثرت ياسر عبيك لحقنا لدرجه ان ساعات نديرو كان كان واحد الحاجه نسموها لونتوبيوغرام معناتها نحوسوا في في في, 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 في في الاصابات ولا ليزانفيكسيون بكتيريان ولا الاصابات البكتيريه نحوسوا نروح نحوسوا بالتحاليل المخبريه وش هو المضاد الحيوي المناسب باش باش نعالجوا هذاك هذيك البكتيريا في, في, كثير من الحالات نلقوا كاينه مقاومه كبيره للمضادات الحيويه معناتها كي نشوفوا القائمه تاع واش هم المضادات الحيويه المسموح لنا نعطوها لها ولا اللي تتغلب عن هذاك المضاد الحيوي هي في ال في الاصل يعني تقريبا معظم المضادات الحيوية يغلبها هذه هذيك البكتيريا ولكن الجسم دار مقاومة ضدها دار مقاومة ضدها إذا نشوفوا الأنتوبيوكرام تاعنا نلقوا كاينة ريزيستونس ياسر ليزونتوبيوتيك السبب نتاعها السبب نتاعها هو الاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية لحقنا لدرجه انه لوغمونتا مثلا ولا لاموكسيسيلين شغل عاد كي كي كعبدوا بران في الدار اه انا حاس باللي باللي عندي شويه كحه اروح اشرب ساشية اوغمونتا يشرب ساشية اوغمونتا ولا زوز ولا ثلاثه سيبون حبس او ماهوش هكا نتعاملوا مع المضادات الحيويه المضادات الحيويه لازم يوصفها الطبيب كل آه انفيكسيون بكتيريان عندها المضاد الحيوي تاعها الخاص بها لازم نكمل فتره العلاج الخاصه بكل مضاد حيوي مهما كانت الناتج حتى ولو تحسنت حالتك يعني آه الـ في الكثير فينا حتى ولو يوصف له الطبيب هذاك المضاد الحيوي يقول له باللي لازم تكمله لمده 10 ايام، ثلاثه ايام سيبون ارتاح حبس، لكن هو صح يقول لك سيبون ارتحت نحبس الدواء، لكن المشكل في الاصابه اللي بعدها في المره الجايه هذاك الجزء البكتيريا نتاعك راهي والفت بالمضاد الحيوي هذاك وما عادش ما عادش يعني ما عادش ياثر عليها، دونك يعني النصيحه نتاعي لازم ديما وحده المضادات الحيويه ماهيش لعبه لازم و... لازم وصف الطبيب. ثانيا كي نوصف ال... كي يوصف للطبيب المضاد الحيوي لازم نكمل فتره العلاج نتاعه. اسمحي لي سؤال سؤال اخر نسيت لحظه قبل السؤال يعني هناك اشخاص اللي عندهم امراض مزمنه ما يستعملوش المضاد الحيوي. ما نقولوش ما نقولوش اللي عندهم امراض مزمنه ما نستعملوش المضادات الحي المضادات الحيويه لا المضادات الحيويه نقدروا نستعملوها حتى مع ال... عند عندهم حتى اللي راهم مراض بالامراض المزمنه ولكن كل كما قلنا لازم فحص ولازم نعرف طبيعه المرض وش هو وش هي كاين وش هو المضاد الحيوي الخاص بكل بكل واحد معناتها باراي ما نقولوش هو هذاك مرض بالحاجه الفلانيه راني كيف نروح نشرب الدواء كيف لا يعني بعد الفحص راوي يتم التعرف على وش وش هو النوع الانفكسيون بعد نعرفوا المضاد الحيوي الخاص بها بقات كاين بعض الفئات الثانيه اللي عندهم حساسيه من من المضاد بعض المضادات الحيويه هذه هنبع حتى الزملاء الاطباء ديما يحطوا يسقسوا السؤال هذا هل عندك حساسيه من ادويه معينه هل عندك حساسيه من من اكل معين لان ممكن ممكن كاين عندهم حساسيه من لابينيسيلين تعطيه الدواء راه قادر حتى يدير له في الجسم نتاعه دونك لانتيروغاتوار والسؤال الاسئله اللي طرحها الطبيب عن, عن المريض مهمه جدا وحتى ولو حتى ولو متى ممكن بعض الاطباء يكون عنده شوي ضغط ولا ينسى ولا هذاك الانسان اللي يعرف عنده حساسيه من دواء معين اول حاجه يقولها للطبيب الطبيب قال له عندي حساسيه من دواء الفلاني ومن بعد خليه هو يختلف نعم م. نرجع لسؤالنا التعامل مع هذه الامراض الفيروسيه يتطلب معرفه وخبره الطبيب المختص مما مدى استعدادات المرضى بالتواصل مع الطبيب حتى يميز بين الوباء والفيروس العادي والله العادل. الحمد لله يعني وصلنا الحمد لله لدرجه من 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 الوعي والمعرفه تاع الامهات والاباء وحتى حتى الامراض معناتها من من الاشخاص الكبار والشباب الحمد لله ما تعاد كاين وعي اللي بفضل السوشيال ميديا بفضل الاعلام الهادف بفضل الصفحات اللي تنشر يعني في في نصائح وفوائد قيمه الحمد لله كاين كاين استجابه والناس ساعدت حتى على اشياء بسيطه نثمنوا هالشيء هذا على اشياء بسيطه يسقسي المختصين ويسقسي الطبيب و وي ويعالج والحمد لله نعم المواطن يفتقد الى الثقافه الصحيه خاصه بما يخص الوقايه من هذا الامراض نصيحتكم في هذا الجانب آه كما قلنا سابقا سبل الوقايه نعرفها ومعليش نعود ونذكره خاصه في فصل الشتاء خاصه في هذا تكثر الحساسيه مثال آه مثال عند الاطفال او كل موضوع يدينا الموضوع اخر و... و... وعندي حديث ياسر باش نقوله ما انت غير هو الوقت ليس على حبيت نروح الموضوع ل... الحساسيه الصدريه لدى الاطفال او بما يسمى رب الاطفال اري كاين كاين نسبه كبيره كاين نسبه كبيره من الاطفال عندهم الشيء هذا والحمد لله م... يعني من 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 حسن حظنا أنه 90% منهم في فترة في فترة معينة من من العمر ولا في لاج سكولار في العمر المدرسي ستة سبعة سنوات يرتاح منه كليا يسموه احنا احنا نحاولوا ان ان ما باش باش نقصوا هذيك لان البارون الاب ولا ولا الام كتقول له الطفل ولدك عنده عنده الربو اه لا لازم اه لا خاف لا الفو الفو ما انت ما نكبروش الحوايج لازم دو لونفون ربو الاطفال مختلف قليلا عن ربو الربو المزمن ولا ربو كبير ربو الاطفال الحاجه المليحه فيه ان معظمهم يعني يجي في فترة معينة من العمر بس ب بسبب ما نقول احنا ضعف الجهاز المناعي عدم نضج الجهاز التنفسي تاع الطفل نحاولوا ان نعطوه الادوية اللازمة حتى ان العمر ستة سبعة سنوات بالمتابعة الجيدة في في 80 الى 90% من الحالات يشفى منه كليا ويرجع وي... الى حياته الطبيعيه طفل كغيره من, من بالنسبة الاطفال. للبالغين ها. بالنسبه للبالغين بالنسبه للبالغين هي تعتبر مرض مزمن، ربو ال... ال... ما كانش ما كانش ربو تاع ال... الاطفال، الربو تاع الاطفال راه مختلف قليلا كما قلنا، بالنسبه للبالغين راه مرض مزمن، ولكن حتى ولو مرض مزمن راهو بسبب الوقايه بسيطه يعني نعيش حياتي عاديه جدا ك... كغير من الناس، و... وكل الامراض المزمنه معناتها بالمناسبه كل مش غير الامراض التنفسيه فقط حتى حتى مرض السكري حتى مرض ارتفاع ضغط الدم لو كان نتخذ الاسباب ونمشي بالخطوات والمتابعه الجيده راح نعيش حياتي كأيها ايها الناس معناتها حياه عاديه جدا المشكل نتاعنا في 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 عدم اتباع القواعد واتباع ل... 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 يعني نصائح الطبيب نرجعوا لربو والرب الاطفال اللي حبيت بالمناسبه نوصل الميساج هذا بالذات لكل الامه يجونا بالمناسبه انا كنت ممارس سابق في مصلحه طب الاطفال يجونا ياسر الامهات ونقول لهم باللي راهو يعرفوا على بالهم وديجا معناتها شخصها طبيب الصدر او طبيب الاطفال من قبل باللي عنده ربو الاطفال وها هو العلاج المناسب ليه تجيك الام بعدها باشهر ولا ايامات ولا كذا يجي كريون كريس الطفل هذاك مسكين عنده صعوبة في التنفس الدرجة كبيرة ياسر سؤال كبير تقولها تبدا انت تسقسي تقول لك باللي صحة وقالوا لي باللي راهو عنده الربو وعطوك الطبيب أعطاك الطبيب الدواء ايه عطوني الطبيب حبسته علاش حبسته قالت لها العجوز الفلانية باللي راهو يأثر عن عن اللي اللي نقول احنا الرواري نتاعه او ماهوش مليح او يوالف عنه احنا مشكلتنا ما نكملش في الدواء نشوفوا روحنا ريحنا شويه خلاص لا راهو خاصه خاصه الدواء تاع ربو 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 الاطفال راهو لازم نمشي به بصفه منتظمه بالمتابعه الجيده احنا وش نديروا لكن لكن الطبيب وصف لك بخاخات اللي هم الفشفاشة كما يقولوا تاع كاين فيها, فيها انواع من بعد نفصلوها كاين اللي راهم يمشي بها على طول على طول الوقت كان بخات كان باخات كامل لهذوك ل... 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 كان نوعين من من تريتمون تاع ربو الاطفال لازم كان تريتمون دو فون تريتمون دو لاكريز معناتها الدواء اللي 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 باش يقينا دو... دواء دواء وقائي بخاخ وقائي اللي باش يقي انه باش ندخلو في لاكريس وكاين دواء اخر بخاخ اخر اللي هو نستعملوه اونكا لا قدر الله راه ولا اون كريس راه راه عاد في في في, في, في الضغط عندها ضغط تاع التنفس هذاك الادويه لازم نمشي بهم كما كما يلزم وكيعطيك الطبيب المتابعه اللازمه يعطيك كونترول ابري دو موا راهو باش نشوفو باش نقيمو عدد عدد لي كريز في هذاكم الفتره المعينه اسكو راهو يمرض ولا لا اسكو يجيه ولا لا من بعد باش ناجستو لي دوز اسكو نزيدو نقصو نحوله للاسف الشديد نسبة كبيرة من 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 الامهات والاباء يحبسوا الدواء من دون سابق انذار هكاك من راسه يدخل هذاك الطفل المسكين راوي سفري حط روحك في بلاصته انت الطفل الطفل راهو سفري راهو عنده عنده ضيق في القصبات الهوائية موش قاعد يتنفس مليح وانت تقول لي راني خايف عنه عش يوالف بهذاك الدواء خلي والف على روح بالمناسبة نحب نجاوب على السؤال اللي يقول لك البخاخات تدير الادمان ولا لا ما تديرش الادمان نقدروا اذا كان لازم ولا لحقنا ان لازم ننحوهم ننحوهم آه ينحيهم الطبيب بصفه تدريجيه عندنا كاين كاين يعني طرق اللي نحو بها الدواء وعادي جدا يكمل حياته عاديه ويرتاح منه البخاخات ماهيش هي الضاره كما يقولوا هم هاي الضره ما هي الضارة ولكن عدم العلاج هذاك هو اللي اكثر نعم. او هذا ما انت ال... نقول احنا عكس المفاهيم هذا اللي... هذا اللي ادى بينا أن نشوفه في حالات كبيره من المرض هذا و... نعم. وال... والحالات اللي يروحوا المرض المزمن من انهم يتحول من, من ربو الاطفال الى الى ربو مزمن هي عدم المتابعه الجيده وهي ان نحد و... وحدي هكاك نعم يعني هناك يعني عوامل هل يمكن أن تضاعف جهاز المناعة وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض الشجوية ما هي هذه العوامل؟ أنا كما قلنا ما تحدثنا عن, عن سبل الوقاية العكس نتاعها هو الحوايج اللي تأثر عن الجهاز المناعي ومن أنت تساهم في التدهور نتاعه من بين هذه من بين هذه المظاهر اللي هي عدم عدم الانضباط ولا عدم الاستعمال الجيد للأدوية الموصوفة من طرف الطبيب هذه وحده معناتها الجهاز نتاعنا باش نحافظوا عنا باش نحاولوا نقووه احنا نعطوا ادويه معينه تروح يحبسها وحده بالعقل هاو تجي لا كريز الاولى لا كريز الثانيه وزيد راهو حتى ال... حتى هذيك الالتهاب تاع القصبات الهوائيه ولا الانسداد ولا الكريز راهو عندها من بعد اثار حتى عن القصبات الهوائيه والجدران نتاعها معناتها للحفاظ الحفاظ عليها لازم لازم نتبعوا ال... لازم نتبعوا النصائح حكينا عليهم الحوايج اللي تاثر عن تدهور الجهاز المناعي الاستعمال غير الامثل للمضادات الحيويه الاستعمال غير الامثل ولا عدم الانصياع لنصائح الطبيب ولا عدم استعمال الادويه الجيد الابتعاد عن الاكل الصحي والاغذيه الصحيه رانا قاعدين نشوفوا في الناكل وغير في الماكله تاع المعلبات المصبرات والمصبرات وكل شيء السوائل ماش نش ماش نشرب في السوائل المهمة عصير برتقال ما عصير طبيعي في البيت نقدر نستعملوه ببساطة يعني نديرو عصير جيد فيه منفعة كبيرة للجسم نتاعنا خاصة في هذا في هذا الفصل مثلا نعم ما هي بعض الطرق التي يمكن أن تساعد بها النظافة الشخصية في الوقاية من الأمراض الشتوية؟ الـ هناك الـ بعض الـ بعض الطرق كما كما حكينا سابقا على على الكورونا وقلنا باللي الحمد لله ما كاين آه اسمها نقص كبير في في عدد الحالات وحتى ما عدناش معناتها عادش ظاهره العيان الاسباب نتاعها هي الوعي تاع المواطن المحافظه على على الوقايه الجسديه والنظافه الجسديه من بين هذه الغسل غسل غسل الايدي بالماء والصابون دائما نحاول ان أه نستعمل المعقمات الجال المعقم الشخص المريض الشخص المريض يحاول انه دي يلبس الماسك البافات يبعد م. عن الناس الغير مصابه الطفل الانسان الانسان اللي عنده بداش عنده شويه زكام ما مي... يبقاش يلعب مع الطفل الصغير و... و... ويقبل فيه ويلعب معاه راهو الطفل الصغير اكثر عرضه مثلا ممكن انت راهي مش باينه عليك و... وجايتك حده تاعها بسيطه بصح بس هو هذاك الفيروس كون يروح راح ياثر فيه اكثر ويكون ويكون الحده اكثر عندنا ياسر ياسر حوايج هذه كما قلنا سابقا الاكل الصحي الاغذيه الرياضه النظافه الجسديه نظافه الايدي نظافه الوجه والغسل باستمرار الانف الغرغره بالماء كل حوايج نعم ما هي الادويه البارزه التي يمكن استخدامها لعلاج الامراض الشتويه هناك يعني ادويه بارزه نستعملها ما نقولوش ادويه بارزه نستعملوها في هذا هذا مصطلح عام شويه مصطلح واسع شوي يعني كما كنا قبيلة كل حاله هي حاله على حدا ما نقدرش نقول وش هي الـ الـ الادويه اللي نستعملوها مثلا كما قلنا في, في البيت في البيت الحوايج اللي نقدر نديروها مخفضات الحراره على باراسيتامول دو ليبران نحاولوا للطفل ان ننظف له الانف نتاعه بالسيروم نحاول نغسل حتى الكبار نغسل الانف نحاول نستعمل مثلا العسل الحر ولا الشيء الطبيعي الليمون حوايج يعاونوا شويه لكن ادويه نخلوها نخلوها لاهل الاختصاص، باش ما ندخلوش في المتاهات هذه نقول لهم بالادويه هذه راه نستعملوها يروحوا نديروا ديريكت، لا لا نبقوا نخلوا نفصلوا في كل حاله على حدا وحدها وخلوا الاختصاص منتهي. يعني نعم. يعني. أه ككلمه اخيره او نصيحه تقدمها للمشاهدين. والله يعني الانضباط التزام بالقواعد الوقائية بالمناسبة كان حملة حملة تلقيح ضد شلل الأطفال في الفترة هذه نحاول أنها نوعي المواطن باللي يروح المراكز المختصه في التلقيح اللي لقحوا اطفالهم لان الفاكسه هذه مهمه ياسر للطفل وك واحده اخرى في الأيامات الفاتت جاونا حالات وظهرت غرف في الواد للاسف حالات الدفتيريا كي رحنا نحوسوا متى درنا هكا بعض ليزانفستيغاسيون نحوسوا عن بعض الاسباب نلقوا نسبه كبيره 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 جدا من الاطفال اما غير ملقح تماما ماهوش ماهوش داير لي فاكسان تاعه تماما كاين حتى اللي ما عندهاش حتى كارني سونتي نتاعها حتى الدفتر الصحي نتاعه اما اما ما دارهاش خلاص ولا راهو اه معناتها ما 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 ضايع ما لقاهش خلاص ولا موش مكمل معناتها داير فاكسان تاع شهرين وطفل عمره عام تاعنا اربع شهور ماهوش دايره تاع تسع شهور ولا 11 شهر ماهوش دايره دونك النصيحه نتاعنا الالتزام بالجدول بالجدول التلقيح تاع تع تاع الطفل و... وكل يعني نظن الاطباء ما راحش يبخلوكم بال... بالمعلومه سقسي سهله جدا قال الطبيب ولدي في عمره شهرين ثلاثة اشهر وش هي ال... اللقاح الجاي باش نديرها له وش هو الجدول التلقيحي وبالمناسبه كاين معناتها داروا تحديث في في اكتوبر 2023 في جدول التلقيح اللي عاد اسهل في اسهل ما نتها قبل كانت عندنا عدد عدد المرات اللي نديروا فيها الفاكسان ياسر تو نقصنا عدد المرات واختصروا هذاكم الفاكسان في, في 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 دوز واحده يعني ولات ولات ولت مبسط شوي بارابور واش كان واش كان بكري نبقوا سبل الوقايه بالنسبه للجميع الالتزام بوصايا الطبيب من فضلكم يعني يعطيك يوصف لك الطبيب دواء روح به امشي به ما تسمعش انسان انسان برا قال لي فلان قال لي فلان انا هنا حبست الدواء هذاك وعادي قال لي فلان راهو كل واحد وحالته يا جماعه كل واحد وعنده الحاله نتاعه مختلفه عن عن الشخص الاخر نلتزموا بالقواعد نتاعنا حاجه اخرى بالنسبة بالنسبة لبخاخات الأطفال الاستعمال الأمثل نسقسوا معليش راه ما مك كان حتى واحد فينا قال لك تولد آآ يعرف قلنا الحمد لله ما نتعلم ونقرا ونسقس وعادي البخ... بالنسبه للبخاخات بعض ساعات نطرح يجيني تجيني الام تقول لي طبيب راني ندير لها في البخاخات نتاعها ملتزمه جدا في كل الوقت نتاعها نعطيه بالصحراء وفي كل مره تجيه الكريز هيا نجيب لها نقولها اعطيني مدام نعطي لك كيف راكي له البخاخ نلقى كوارث نلقى كوارث مثلا الطفل اللي في عمره ثلاث سنين ولا عمره عامين الاستعمال البخاخ مختلف عن الشخص البالغ الشخص البالغ نهز هذيك هذيك الفشفاشه نخضها شوي وندير اسمها زفير نخرج الهواء نعم زفير. آه زفير هو الاول نفرغ لي من الهواء ومن بعد ندير هذيك الفشفاشه في الفم م. نلقاها الطفل تدير لها في, نفس الشيء الطفل ما يعرفش يستنشق ما يعرفش كاين واحد واحد خاصه بالاطفال يسموها لا شومبر دي نالاسيون شغل عباره عن محقن هكا نحطوها بين الانف والـ والـ والفم وفيها هكا شغل انبوب ومن بعد الفشفش هذيك نتاعنا نحطوها فيها وندير من بعد من بعد الطريقه نعم يعني الطريقه الطريقه التريق المثلى في, في استخدام العلاج والانضباط في في, الوقت والمتابعه الجيده في العلاج هذا هم اللي راح الى بر الامان باذن الله ان شاء الله شكرا لك دكتور على تلبية الدعوة نتمنى أن نكون قد أفدنا واستفدنا من خلال موضوعنا الشيق حول الأمراض الشتوية نلتقي في الحصة القادمة دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء شكرا موصول إليكم وبارك الله فيكم على مثل هذه الحصص ودمتم في خدمة الصحة والمواطن وبارك الله فيكم مره اخرى